أعلنت قوات نيتو أن 10 من جنودها قتلوا في هجمات متفرقة بأفغانستان. من ناحية أخرى، لقي 3 من عناصر حركة طالبان مصرعهم أثناء محاولتهم الهجوم على مركز تدريب للشرطة في ولاية قندهار. وذكرت مصادر أمنية أن انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة قرب سور المعسكر في محاولة لفتح ثغرة للدخول منها إلى هذا المعسكر.